صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض المحلات التجارية تعطي بطاقات، وكل عملية شراء تسجل للمشتري نقاط يحصل. بعض المحلات، يقول أحسن الله إليكم: بعض المحلات التجارية تعطي بطاقات في كل عملية شراء تسجل للمشتري نقاط يحصل فيما بعد على هدايا وتخفيضات مقابل هذه النقاط. والسؤال: هل يجوز الاشتراك في مثل هذا وإن كنت أشتري من هذا المحل دائما وليس لأجل هذه البطاقة؟ هذا من الميسر، هذا من الميسر ومن المسابقات التي يقصدون بها جلب الزبائن والتهالك على الشراء وترك المحلات الأخرى. فيه إضرار بالناس وفيه أكل للمال بالباطل، فتترك هذه العملية، هذه مسابقة. نعم.